يا أيها الإنسان، ما هذا القلق؟ أوليس ربك قد تكفل ما خلق؟ أوليس بعد العسر يسر مثل ما بعد الليالي دائما يأتي الفلق؟ لا بأس، فالأحزان يتبعها رضا يطفي عليك بإذن مولاك الألق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم؟ يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الفيديو المنتظر فيديو الصالة وفرش الصالة للشتاء. طبعا بقولكم حاجة صغيرة، بس أول حاجة تجيبي حاجة تشربينها حطي لي اللايك ويلا نبدأ. شوفوا يا حلواتي، الفيديو هذا متصور بيوم مو بنفس اليوم اللي تصور فيه الفيديو حق الفرش. أنا اليوم إيش سويت؟ فكيت التلبيسات حقت الكنب. شوف الساعة عندي 10:45، راح أبو سارة يجيب بروستد، قلت له اليوم اشتهي بروستد راح يجيب لنا، فراح يجيب لنا الله يجزاه خير. شوفوا إيش سويت. طبعا هذا لون الكنب الأول، تذكرتوه؟ هذا هو. بس أنا لما جينا نبغى ننجده قلت للرجال لا تفك لي هذه التلبيسة علشان الكنبة تصير أمتن، تمام؟ فكيت أنا بيني وبين نفسي كل الدعاسات القاعدة اللي كنت أنا قاعد عليها، هذولا ما فكيتهم لأنهم نظيفات، لكن اللي كانوا على القاعدة وسخات. طبعا أنا شارية تلبيسة للكنب، كنت أقدر أغطي الكنب بالجرم المشهود، يعني أغطي الكنب على الجرم المشهود، يعني أحط التلبيسة وخلاص. لكن لا، ما بغيت أني أحط التلبيسة، وأصلا القاعدة ما هي نظيفة. فوش سويتي بنات؟ حطتهم عندي بالغسالة اللي جوا وينغسلوا، بس أخلص بإذن الله تعالى برجع ألبسهم. ثاني حاجة، لو بفك هذولا يا بنات شوفوا، خلوني أوريكم. لو مثلا قررت أني أفك هذولا رغم أنهم مو مسخات، بس فرضا شوفوا يا بنات، حاطين قطن، هذولا قطنهم الرق، هذولا قطنهم الرق خلاص. فايش صار؟ حطوا لي عليهم قطن زياده، وقلت خلاص طالما هم نظيفات ما يحتاجون اني افكهم. حلو. فايش سويت؟ حطيت هذمك بالغساله وبس. والله اليوم باذن الله تعالى نبغى نفرش الصاله للشتاء. اخر 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 حاجه اريد اسويها بغسل السجاد بجهاز بيسيل تبع غسيل السجاد، تمام؟ هذه اخر حاجه بسويها. ليش؟ علشان ابغى انظفها بعدين واتركها تنشف، وبعدين اوريكم الصاله شلون طلعت. لاني لو نظفت السجاد وصرت اروح واجي واحط وافرش وما ادري ايش، تبغى تتوسخ. طبعا ممكن البعض يقول لي يا ساره غيري موديل الكنب. انا بفهمكم حاجه عشان انتم ممكن مو فاهمه. شوفوا انا هذا مدخل البيت عندي، تمام؟ خلاص هذا مدخل البيت. طبعا شايفين الستاير مفكوكه برضو، كمان انا غسلتها، غسلت كذا مع نفسي علشان ما نطولها بالفيديو. شوفوا لو بحط القعده هنا خلاص، كيف بحط الكنب؟ الكنب ما شاء الله مره كبير، كيف بحطه واني بقعد التلفزيون؟ بيطلع يا اني احطه كذا وكذا وكذا، ننحشر كنا هنا وتصير الشاشه هنا. فكيف هنا اصلا في مدخل؟ هذا مدخل، هنا غرفتنا الأساسية اللي نقعد فيها مع دورة المياه حقت الغسيل. فأنا راح تجي كنبة على الباب راح تسد الطريق، تمام؟ يعني ما ينفع. طاولة الأكل برضو كمان ما ينفع أني أغير مكانها إلا في حالة واحدة، أنا ودي أني أشيل المكتبة هذه وأجيبها من هنا. مو أكيد بعد، شيء مو أكيد، لأني كذا أنا حابة منظرها صراحة، مرة مرتبة. احتمال بس أني أدفها على اليمين شوي وأحط الشجرة من هنا، احتمال. خلاص طبعا هذه الكتب كلها بشيلها وبمسحها، رغم اني مالي زمان مسحتها، بس اللي مو نظيف بعيد عليه، تمام؟ الشيء الثاني، هذه السجادة ما راح اغسلها لانها نظيفة، انا مالي زمان غسلتها، هذه بس اللي بعيد عليها واللي بغسلها. كمان اللي يقولوا لي يا سارة خلي هذه هنا، تمام؟ ما تجي يا بنات. ليش؟ شوفوا لو بحط الكنبتين هذولا، بحط الكنبتين هنا وهذه الكنبة بجيبها هنا وصير التلفزيون هنا، هذا ممر. شوفوا هذا سيب، ما تجي، ما يجي إلا بحالة واحدة، إن المدفأة تصير هنا، وأنا أصلا المدفأة مالها زمان أنا شايلتها من هنا. فلا بخليها صراحة بالديكور هذا، هذا أنسب ديكور أنا سويته بالصالة عندي، فما راح أغيرها خلاص كذا. طيب إيش بسوي؟ بمسح الغبرة، بشيل هذولا وبجيب المكنسة بكنس اللي تحت، وبغسل بغسل السجاد بشيله، بعدين بجيب التلبيسات اللي جبتها من شيء
وكمان عندي تلبيسات، مو تلبيسات، تلبيسات لوجيه المخاض الصغنوطة، يعني زي كذا. أنا عندي تلبيسة المخاض الخداديات كمان بلبسهم، وبنفرش الوجيه اللي جبناها من شيئن مع بعض، في ديكورات حلوة أنا جايبتها من شيئن بفرشها عندي بالصالة، وبنغير بعض الديكورات زي هناك شايفين اللي على الماسة هذا، بغيره، بغير أشياء كثيرة، بسوي أشياء كثيرة، بحط ديكور شتوي. إن شاء الله يا رب يعجبكم، إن شاء الله يا رب ينال على رضاكم. اليوم أنا بوقف الفيديو هنا، ليش؟ شوفوا الوقت الساعة 10:15، وأنا أصلا بنفس اليوم كنت مسوي الغرفة اللي داخل، فخلاص بس قلت علشان بكرة على روقان الصبح وسارة نايمة أبدأ كذا أنا مع نفسي أسوي الصالة، فهميني؟ لا صحت سارة على طول أنظف السجادة وأغسل السجادة وأروح لأمي، تمام؟ أرجع ألقى السجادة ناشفة، فهميني؟ خلاص كذا نكون خلصنا. حتى المطبخ شوفوا لميت يا بنات كل الحوسة اللي بالمطبخ عشان لما أصحى الصبح ما يكون عندي ولا أي شيء، شايفين؟ تعالوا معي هنا دورة المياه، شوفوا هذه التلبيسات قاعدة تنغسل، مو التلبيسات، وجه الكنب قاعد ينغسل. خلاص بنات كذا أنا بوقف الفيديو ونرجع بإذن الله تعالى ثاني يوم. هذا عشانا يا بنات، خلاص شوف العشاء، هذه حلوة العشاء باب الجبل. وهنا شوفوا هنا كنت غاسلة غسيل أبصفطه بكرة، مشغلين كذا التلفزيون نبغى نتعشى. يلا حياكم الله، حياكم الله. هذا يا بنات ثاني يوم، شوفوا الساعة كم، الساعة 7 الصبح، هذا يوم الجمعة. أبغى أبدأ الحين معاكم على طول نخلص الصالة، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الحين. بنات شوفوا أريد أشيل اللي هنا لأني أبغى أكنس تحت، إيش أبغى أكنس تحت الكنب، تمام؟ بس في وحدة كتبت لي تعليق قالت لي يا أم سارة الفيديوهات اللي بدون مونتاج حلوة، ودنا كمان ترجعين الفيديوهات اللي بمونتاج. والله يا بنات مالي زمان عاملة فيديو بمونتاج، بس انتم عارفات المونتاج ياخذ مني وقت، شيلي ستاند حطي ستاند، فهميني؟ فهذا يا بنات ياخذ مني وقت كثير، وانتم عارفات وضعي. شوف الغرفة جوا والله العظيم مزبلة، الغرفة اللي جوا لسه انا ما خلصت البيت، انا صحي الصبح بديت بالصاله كذا على طول، فهميني؟ على طول دخلت بالصاله، ما بديت بالبيت نهائيا، فودي اخلص البيت اول، ولا خلصت على طول اطفي الكاميرا، اخلص الصاله اطفي الكاميرا واروح اسوي البيت قبل ما تصحى ساره وتصير تناديني كل شوي ماما وماما. انت عارفات وضعي يا بنات اني حامل، فابغى اشيل هذول الحين. طبعا اللي تحت هذول علمتكم انه انا حاطتهم بالغساله، تمام؟ طيب ابغى اكنس هذه اول، حلو، وبعدين اكنس هناك عشان ما اسوي فوضى، وعلى طول ابغى احط التلبيسات. خلاص بنات شوفوا غسلت كنست كل اللي تحت الكنب، طبعا الكنب ما راح اقدر اوخره، شفتوا لو اوخره قسم بالله العظيم لا قدر الله غير يصير بشيء، اصلا ما راح اقدر ادفه نهائيا نهائيا، قد ما هو ثقيل قد ما هو ثقيل قد ما هو ثقيل، ايش اقول لكم يا بنات، ثقيل ثقيل بشكل غريب، ثقيل بشكل عجيب، قسم بالله انا وزوجي لما ندفه نفطس انا وياه، تخيلوا من كثر ما الكنب ثقيل، فمستحيل اني اقدر ادف الكنب مستحيل. فشوف احنا حاطين بلاكاش حنا او خشبه علشان تحمي الكنب عشان ما يتشقق لما احد يقعد، حرام لان الكنب امريكي وما يده يخرب صراحه، ما شاء الله شايفين حتى شكله زي ما هو. فالحين خلاص تعالوا خلوني اجيب اوجيه المخاد البسهم، بس ودي اول امسح الغبار صراحه، ودي امسح الغبار وارش ميه على الشجره اللي هناك شايفين، واشيل الاغراض هذه، الديكور اللي على الطاوله كله بشيله عشان بحط اشياء جديده. يلا كذا خلوني أشيل الأغراض اللي على الطاولة، وتعالوا الحين ناخذ الشجرة، شايفين هالشجرة أريد أشيلها لأني أريد أوديها وين، أغسلها بدورة المياه، رغم والله إنه مالي زمان غسلتها، تتذكرون ما كملت حتى شهر يمكن، بس ما يخالف طالما إني نظفت ونظفت خليني أنظفها، تمام؟ هنا زوجي وبنتي نايمين، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هذه الشجرة حقت أمس، باخذها هي وبحطها، هذه وين كانت أصلاً؟ هذه كانت بغرفة ملابسي، بس أنا جبتها أغسلها
دقيقة، هذه الثانية، يلا نعطيها تنظيف على السريع ليضب. خلاص أصلك كده سريعة، بس وقفها تنشف، لأن هذه أصلا حقت إيش؟ هذه بخليها هي اللي بغرفة ملابسي، وهذيك بطلعها للصالة طالما من هناك فنفس بعض. يلا الحين نمسح الغبار، هذا مفتاحي، وأبدأ كذا أمسح الغبرة. زي النظافة يا بنات، حاولوا على قدر الإمكان تلمعون تنظفون قبل ما يدخل عليكم البرد زيادة. حتى سبحان الله لما تغيرين شيء، لما تعملين حاجة، سبحان الله تتغير نفسيتك في بيتك. اي والله تحسين حتى بنشاط، تحسين بهمة، تحسين براحة، مو زي لما تتركين كل شيء مزبر ومتجمع ومحيوس، فرق. خلاص شوفوا لمعتها تلميع، شوفوا رجعت عروسة. الحين هنا ماني ماسحة تحت، لأني أصلا هذه يوميا أمسحها المدفاة. تعالوا هنا، خلاص هذه الأشياء اللي على الطاولة، الفاين وهذا أبغاهم، والريموت وين أحطهم؟ خلوني أحطهم هنا، تمام. بس الورد مفتاحي والورد وهذه خلاص، تمام. يلا نجي هنا أمسح هذه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرب يخلص، بس أشوى أنا عندي اثنين، الشهر هذا شريت اثنين مع المقاضي، قلت بحتاجهم. ما شاء الله الطاولة أول ما شريتها قلت له شوف الطاولة من النوع اللي تتخدش ولا لا، قال لي لا، قلت أكيد، قال إيه، قلت ليش؟ قال عليها طبقة حماية، يعني نفس الطاولة عليها طبقة حماية. قلت أشوف هذا خلاص، من حلف لكم بالله فصدقوه. ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين ولا خدش، شوفوا ولا خدش، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على كلامه أمين صراحة. بنات سكاكة، تدرون معرض الصناعات الوطنية قفل ولا لا؟ ماني عارفة، ودنا ناخذ صارونة، فيقولي أبوها اليوم، أنا ما أدري هو قفل ولا ما قفل، قلت ما أدري، ودي ناخذها اليوم صراحة، أنا وأبوها وهي بالليل نطلب ترمس قهوة كذا ونقعد وهي تقعد تلعب. شوفوا مسحتها كلها، بقت الجهة الأخيرة أمسح كمان كل الطاولات الصغيرة. عاد هذولا يوميا، فهميني، يعني الطاولات هذه يوميا ما بها كلام، بس من نظفت ونظفت عاد ما يضر. شوف الثانية، هذه مقلوبة لازم أعكسها، الراحة النفسية يوم تخلصين كل البيت وفرش الشتاء، تحسين البيت صار ملموم ودافي، تتمشين ببيتك كذا كل حاجة مكانها. شوفوا أنا أتحمل الفوضى زين الخارجية، بس ما أتحمل الفوضى الداخلية، يعني ما أقدر أفتح الدروج وألقى كل حاجة فوق بعض، أتوتر، أحس كأني بثقل على صدري. طيب طيب الحين خلصت كذا الغبرة، خلاص كذا الغبرة بالصالة خلصت، بس تعالوا معي وين؟ تعالوا معي مكتبة الكتب. شوفوا مكتبة الكتب بوريكم حاجة ودي أغير فيها صراحة، شو رايكم؟ أول شيء هذه اللي تحكي الظهر، تحل هنا، شو رايكم يا بنات أغير شيء؟ يا ريتكم عندي تقولوا لي واسمعكم، اي والله العظيم،
ودي أغير في حاجة ماني عارفة وش أغير. حاسة هنا مكان الطاولة حلو بس ودي أغير شيء، ما أدري، لا أعلم. خلوني أشوف في تراب هنا، أكيد في تراب، بس تحت عشان ما أعيد. لا تحت ما في تراب، وهنا حتى هنا ما في تراب، شوفوا. بس بمسحها خارجي، هذا بمسحه. شو رايكم يا بنات؟ ها شيروا علي. يا ليتكم عندي اسمعكم اغير. المشكله اني حامل، فاهمين يعني؟ كل دفعه علي صعبه. شوفوا ما راح اغير، بمسح الطاولات، بشيل الاغراض، بس ما راح اغير المكان، خلوها. بس خلوني اشيل شنطه سارونا، هذه شنطه الدراسه حقتها، وهذه شنطتي. الحين تعالوا معي، كاني اسمع صوت ابو ساره، كاني اسمع صوت رجلي، ما ادري. انا عندي قاعدة اتوهم الحقيقة، هذه بغيرها، لا اعلم صراحة. بس كاني اسمع صوته يسولف مع سارة، ولا انا قاعدة هوجس. ايوه هذا الشيء اللي نبي نمسحه. ارش، اريد احلله حتى لو قرب يخلص، اريد احلله. والله اليوم قلت لابو ساره شوف خلوني اسولف لكم، انتم خواتي يعني، انا ترى احب اسولف معاكم قسم بالله، اعتبركم خواتي يعني. اوقات لما مثلا اضايق اجي اقولكم، لما خبر حلو اجي اعلمكم، لاني ما اعتبركم والله الا خواتي. قلت لابو ساره والله اني طفشانه من التنظيف، وطفشانه يا رجلي من البيت، ودي اسافر قسم بالله. وانتم عارفين وضعي حاليا، حامل ما اقدر اسافر. طلعني اي مكان، حتى لو تطلعني لقريح بس تكفى خذني اي مكان. قال خلاص انا ماني عارف معرض الصناعات فاتح ولا مسكر، اذا فاتح باخذك عليه. قلت يلا عاد احب اروح له، انا القاعدة فيه بهية صراحة، نستأجر طاولة كذا ونقعد، فماني عارفة، بنشوف يعني. بنات شو رايكم كذا حلو ولا لا؟ شو رايكم؟ ولا احط الرنر اللي كان قبل شوي، حيرة. لا ودي احط مفرش، اي ودي احط مفرش، بس هذا والله حلو. شو رايكم بنات؟ احس السجادة مي معدولة، يبغالها سحبة هنا شوي، احسها مرة راجعة ورا، فهميني. بس هذا لا، هذا خلوني احط مفرش خلاص، ماني حاطة الرنر. التغيير حلو، تدرون ايش مشكلتي؟ انا اقدر احط كل شيء، اقدر احط كل شيء، احط مفرش، احط نافوره، احط اللي ابي. مشكلتي هذه الطاوله هي كل شيء بالبيت، هذه الطاوله كل شيء الا انها طاوله اكل. قسم بالله العظيم اقول لزوجي هذه كل شيء بالبيت هي الا انها طاوله اكل، مي طاوله اكل. لانه وشو شوفوا، هذه طاوله المطبخ، والبعض يقول لي يا ام ساره جيبي طاوله ثانيه. كيف يا بنات اجيب طاوله ثانيه؟ ارمي هذه يعني، حرام. هذه اصلا كانت بالحديقه، وكانت البيت القديم حيل مناسبه، بس علشان هنا انه هنا مطبخ كبير، الطاوله ما يعني تحسونها صغيره، وهذه لو اجيبها هنا فضت الصاله، فهميني. ف لو بغينا ناكل او فرضت الاكل على الطاوله هذيك، نجيب كرسيين ونقعد ناكل المطبخ يعني. الطاوله هذه ضيفه شرف، حتى اهلي لما يجوني على الارض. فلا خلوني بس ادفها شوي، الله يعيني، بسحبها سحبه خفيفه كذا. الله يستر. عندي مفرش حيل حلو، مشكله انا وداخل باللون الاخضر. خلوني بس اشغل لكم لمبة عشان تشوفون معاي. شوفوا اوريكم انا حاطتهم هنا، هذا حيل عاجبني، حيل جاهز لي. انا عندي ترى مفارش ثانية بالمطبخ، هذول حقات هذول الكبيرات القماشيات اللي بالمطبخ، لا انا حيل هذا حابته. شوفوا حابة احط ابيض، حاجة ابيض كذا على الطاولة، بس المشكلة الاخضر. وش رايكم اقص الاخضر؟ افكر اني اقص الاخضر واخليه، خلوني افرشه وشوفوه. ما راح اقصه، راح افرشه، تمام؟ قولوا لي يا ام ساره اذا حلو الاخضر قصيه، واذا مو حلو خليه عشان الفيديو الثاني يسويه. فهمت علي؟ يعني الحين بفرش لكم، اذا الكورنيش الاخضر مو زين، شوفوا هذا هو من قريب، قولوا لي يا ام ساره شيليه، تمام؟ خلوني افرشه بس. شوفوا بنات حيل حبيته، حسيت اعطى منظر للصاله صراحه، احسن من الاول اللي كان فيه. ما ادري، قولوا لي اشيل الاخضر اللي تحت، احس الاخضر مو زين،
حس الأبيض لحاله أحلى، ودي أشيله صراحة، أبغى أشيله، أريد أشيله قبل ما أشاوركم. حسيته مرة مبهدل الأخضر، عادي بقصه بالمقص يعني، إيش فيه؟ الحاجة أم الاختراع. لحظة خلاص ما راح أوريكم إياه الحين، بوريكم إياه آخر الفيديو. الحين يا بنات خلونا نجيب تلبيسات الكنب ونحطها، وبعد كذا نعلق الستاير. وجلست هنا علشان أركب وجيه المخاد، حبيت إني أصور لكم إياها كذا بمونتاج علشان تشوفون شكلها من قريب. طبعا يا بنات أول حاجة هذه الكنب وهذه التلبيسة، أنا طبعا غسلتهم بس ما كويتهم، لأني مجرد ما شديتهم على الـ على الـ على الـ المقعد يعني على طول كأنها انكوت، فهميني. بعدين بحط عليها التلبيسة، تنصحيني فيها يا أم سارة؟ أنصحكم ثم أنصحكم ثم أنصحكم ثم أنصحكم، حيل حلوة. شوفوا خلوني أوقف الفيديو أروح أتأكد لكم باقي منها بالمتجر ولا لا. وزي ما تشوفون يا بنات مع الأسف تم بيع هذا المنتج، ما عاد بقى ولا حبة بالمتجر، لأنه صراحة كان السعر بطل، يعني سعرها 21 مع الخصم طلعت 17 ريال، حاجة لا تذكر، حاجة تريحني أنا كربة منزل لما ينكب عصير، لما أحد يكب شاي، لما أحد يكب شيء، تريحني إنها ما تسبب لي أي فوضى ولا تترك لي أثر على كنب. شايفين كثر ما تعبت وأنا قاعدة أركب، والله حتى أصابعي وجعتني، لكن كذا أنا ارتحت بالحيل على طول. جابوا قاعدة شيء الكنب اللي تحت ما يتضرر، ولا اللون البيج هذا، بس أفك على طول التلبيسة وارميها بالغسالة وأشرها وارجع أرجعها ثاني مرة. لا بغيت تدخلون تشترون ركزوا على أنها تكون ضد الماء، فهميني، لازم تكون ضد المي، يعني لما تبغين تقرين تقينها مانع على التسرب، مانع على البلل، إنه ما يتأثر قماش الكنب. تمام بنات، خذي اللون اللي تبغين، حاطي لك مقعد ولا مقعدين ولا ثلاث مقاعد، اختاري أنت المقاعد اللي تبغينها. مثلا هذه أنا اخترت مقعد واحد، واضح أنها حقت إيش، سفنجة واحدة. تمام، عندك الاسفنجة طويلة حقت شخصين خذي مقعدين، عندك الاسفنجة طويلة متصلة مع بعض حقت ثلاث أشخاص خذي حقت ثلاث أشخاص. أمي كانت تبغى تطلب زيهم بس مع الأسف انفذوا، كنت باخذ لها زيهم يعني، حيل عجبوها بس زي ما تشوفون انفذوا يا بنات. والله يوم جتني قالت لي شكله فظيع فظيع فظيع، قالت لي بالمرة حلو، أنت منين تطلعين هالأشياء؟ قلت والله يا أمي لي أسأل ميتو، أدخل وأدور وأقرأ وأشوف يعني. بالمرة يا بنات عجبني. في بنات قالوا لي يوم سارة حطي لوحة على الجدار، ما أبغى أحط يا بنات ولا لوحة، لأني أنا من الناس الملولة اللي أحب أغير وأدف وأجيب، وما أحب أتقيد باللوح، فهميني. فخلاص خليت الجدار كذا في حاله. إي والله، شوفوا يا بنات التلبيسة ما أحلاها، شوفوا أنتم تشوفون الجمال. الحين أنا ما يحتاج إني أتكلم، أهم شيء إنها إيش، إنها ضد البلل، يعني أحد كب حاجة أحد كب شيء، ما أنا ترى عندي وسواس بالأشياء هذه، ما أطيق أشوف بقع على الكنب، أتوتر حيل أتوتر، فكذا على طول أفكها وأغسلها بساعتها. شوفوا يا بنات ما أحلاها، منظرها يجنن يجنن يجنن. زي ما قلت تأكدوا إنه بعض القطع تكون ضد البلل. لا تنسين تستخدمين كود خصمي، كود خصمي أم سارة طلع لك على الشاشة إذا حابة تستخدمين. شوفوا يا بنات شو رأيكم، نفس لون كنبي، لا ماني مصدقة. حيل عجبوني. يلا تعالوا خلونا نكمل الشغل الحين لحالي كذا. شوفوا بنات لبست واحدة خلاص، شايفينها، بكمل الباقي مع نفسي عشان أخذ راحتي وأخلص، وبعدين أرجع لكم. التلبيسات كأنها من الكنب، شوفوا نفس اللون يا بنات كأنها من الكنب، حيل حبيتها، والمقاس مضبوط مية مية. فيكم إذا بغيتوا تاخذونها تاخذون كمان الحقة الظهر، يعني مو بس من المساند الأرضية، أنا صراحة خذيت بس الأرضيات ما خذيت فوق، برغم إنها مي غالية كانت ب 17 ريال. تمام، يلا خلوني كذا أحط سماعاتي أحط قصص أبو ثامر لأن الشغل طويل صراحة، وأخلصهم وبعدين نرجع ونركب الستاير. زين، وأصبح الملك لله رب العالمين. وللمرة الثانية حابة أرحب حنان ستار، الله يحييك حبيبتي حنان، أتوقع هذا ثاني إعلان تسوينه عندي، الله يوفقك يا رب بإذن الله تعالى تكبر قناتك. قناتها يا بنات تجنن، حلوة هادفة محترمة مؤدبة، ضيفوها تصوركم الفلقات طبخات أكلات روتينات اللي أنتم حابين، ادخلوا عندها للقناة استمتعوا، قناتها استرخاء طاقة إيجابية، قناتها بالمرة حلوة تنزل فلقات بالمرة زينة. بنات شوفوا، معلش بقول كلمة استحملوني، طقوا اشتراك يا أخي ادعموهم، والله العظيم اشتراك بنات ديرتي، يعني أنت تدعمين بنت ديرتك، لما تطقين اشتراك ترى ما يضرك بشيء،
أنت بس تساعدينها تحقق الشروط خلاص، وتوقفين معها عشان القناة تكبر، تدخل لها أرباح، يفتح لها باب رزق. شوفي الخير اللي أنت تسوينه وأنت ما تحسين. والله أي قناة أدعمها أو حتى أسوي لها إعلان، يعني هذا إعلان مدفوع. أي حاجة أسويها أنا، وش أسوي يا بنات، على طول أطق عندها أنتها اشتراك. أوقات أدخل على قنوات، والله العظيم قنوات ناس غلابة، ناس مساكين واضح عليهم، يعني قد يكونوا من الدول العربية، واضح أنه يعني ظروف. أطق اشتراك يا أخي ما يضرني، طالما القناة محترمة والقناة زينة والقناة ما فيها شيء يغضب الله، أطق اشتراك. طقوا اشتراك ما يضركم يا بنات. وقناة حنان جميلة تستحق فعلا أنه ندعمها. يلا بشوف كل كم واحدة تحب أم سارة اللي تحبني، تلقين رابط قناة قناة حنان تحت في صندوق الوصف. وأول شفتي انزلي التعليقات، أول تعليق في رابط أنا حاطته، طقي على الرابط ومباشرة راح تدخلين على قناة حنان. الله يوفقك يا حنان، واللي حابة تسوي عندي أي إعلان كمان راح أخلي لكم رقم المنسق حقتي أم لين تحت، كمان في أول تعليق تلقون الرقم موجود. الله يوفقكم يا رب. يلا نكمل الروتين الحين بنات. شوفوا خلاص هذه الستائر اللي أنا غسلتها، الحين أبغى إيش؟ أبغى أكويها. الحمد لله. فأبغى الحين أكويها يا بنات، علشان إيش؟ علشان أعلقها بنظافة، تمام كذا. وكمان الثانية أريد أعلقها، فشبكت مكواي وببدأ الحين أكوي الستائر وبعدين أرجع لكم. في بنات قالوا لي يوم سارة خذي ستائر الكبس، مو ستائر المكوى الكبس. والله يا بنات أفكر أجيبها، أتوقع هو الجهاز الأخير اللي ما جبته. ما شاء الله كل الأجهزة عندي، الله يا رب يرزقكم جميعا إن شاء الله. بس من جد أفكر أني أخذ الكواية الكبس، أحسها حيل عملية، أفكر أجيبها بإذن الله تعالى، لأني دايم أغسل مفارشي أغسل ستائري فأتعب صراحة، وما أقدر أعلقها بيمي مكوية، لازم تنكوي طبعا. مع الأسف ما عندي مريتو، أنا أحب مريتو بالأشياء هذه، تعرفونه مريتو؟ مريتو اللي هو فيه نشا، بس ما عندي، لأن أبو سارة أصلا يكوي الشمغة برا. طيب شايفين أبوها تطلع كلها زي المسطرة، شيء لما ينكوي سبحان الله يبين شكله. بنات تذكرون هذا الأصيص، هذا اللي من شيئين ذكرتوه، حطيت فيه ورد زي ما تشوفون، وبحطه على الطاولة هنا عشان يعطي منظر ريفي، وبحط كمان شمعتين. شوفوا بحط شمعة واحدة، بحط هذه بس، تمام. لازم لها تثبيت أو أني ألفها بفاينة ولا بتطيح. مرة حبيتها لونها خشبي نفس لون الكراسي، شايفين؟ بس ودي أسوي شيء، أنا دابلن سبدي. شوفوا ودي هنا أشيل الوردة هذه وأقرب المكتبة، فهميني، وخلي الوردة من هنا. هذه الطاولة لازم تنحسحب شوي كذا، تمام، وبعدين الوردة تصير من هنا والمكتب هو اللي يصير من هنا. حسيت أنه المكتب كل ما قرب من طاولة الأكل يطلع أجمل، عشان تبين الكتب ورا، تحسون الكتب مطرفة كذا مرمية مهملة، فلا ماني حابة. بس هذه بتنسحب شوي خلاص، وبعدين هذه تصير من هنا والمكتب هو اللي يصير من هنا. يلا خلني أسوي لها وارجع. شوفوا بنات حسيت أنه كذا أحلى وأهدى، والشجرة هذيك حطيتها هناك. باقي لي بدورة المياه هي اللي بحطها هنا، أحسها أنعم، لأن هذه مرة كبيرة وطالعة برا، فهميني. كذا أنا خلاص خلصت الطاولة هذه، حسيتها مرة ريفية وحلوة. شوفوا حيل هادية. الحين نجي هنا للكنب، خلوني أوريكم. الحين أبغى إيش؟ الحين أبغى أغسل السجادة، تمام. شوفوا يوم طلعت بالسجادة حلو، يبيها غسلة، ما هي وسخة بس أحس عليها تراب، أحسها متربة، ماني مرتاحة نفسيا، فهميني. فأبغسلها بيني وبين نفسي، أنتم طبعا عارفين بإيش بغسلها، بغسلها ببيسيل، دائما أغسلها معاكم فيها اللي مكنسة بيسيل، بس التصوير يا بنات مرة يتعب. أبغسلها ببيسيل، أرجع كل حاجة مكانها، بحط ورد على الطاولة هذه ووريكم الشكل النهائي كيف طلع. وأكيد أكيد أبغى أشيل القربيع اللي على الطاولة هناك كلها، أبغى أغير الموديل يعني، وأبغى أشوف الشكل النهائي معاكم للصالة. يلا نقول 1 2 3. ترى خلصت الحمد لله، قضيت الصالة كلها، يا رب لك الحمد والشكر. خلوني أبدالكم من جهة اليمين، هذه طاولة الأكل، هذا المكتب، تمام. هنا شوفوا هذا المطبخ، حتى المطبخ خلصته، بس اني ابغى ماسح الارض استناها تنشف علشان افرش الدعاسة، تمام. شوفوا هنا امس هذا اللي خلصناه، شوفوا
هذه أمس قضيناها غرفة الملابس، الحمد لله نظيفة وكذا. الصالة ونروح جهة اليمين جهة الكنف. أنا حيل سعيدة بالنتيجة، ما تتخيلون سعادتي العارمة، لأن الكنب كان عندي مدمور فحطيت التلبيسات هذه. بنات خذوها على ضمانتي. شوفوا أنا حاليا قاعدة أصور وأنا ماني عارفة هل الكود موجود، يعني هل لما تحطوا رقم الكود، إذا حطيت رقم الكود وما طلعت القطعة أعرفوا أنها نفذت، تمام؟ بس أنا ماني عارفة هل هي موجودة حاليا ولا لا. أنا بخلي لكم رقم الكود على الشاشة أو خلي لكم يا برابط تحت أسفل الفيديو. حلو، أنا خذيتها بكود الخصم حقي ب17 ريال الحبة. حلو كذا، شوفوا هذه كانت عندي من الشتاء اللي فات بس ما استخدمتها، اشتريتها وما استخدمتها. هذه شوفوا ما شاء الله الديكور طلع نفس اللون، قسم بالله نفس اللون. طبعا هذا ضد المي، لما ينكب شيء ما يوصل تحت. ونجي كذا للمدفأة الجميلة، زينتها بالإنارة، ضبطتها، حطيت الأصيص الكبير هنا الأخضر يعطي منظر وحياة، وهنا بالنص شوفوا حطيت هذا المطرز، حطيت عليه الورد الأحمر. شو رايكم؟ طلع مرة عليه زي الثلج، كأنها ثلج، شايفين؟ حبيته هنا مع الديكور الشتوي. وهذه المدفأة حطيت عليها سلك الإنارة، حسيته طلع مرة ريفي حلو. شايفين الساعة عندي حاليا 11، أنا بديت الساعة تقريبا 6:30، أنا خلصت 11. بس صراحة أنا اشتغلت أشغال ثانية غير الصالة، رتبت البيت، يعني مو بس سويت الصالة، لا حتى السجاد يا بنات رجع يلمع. شوفوا شوفوا رجع يا بنات يبرق 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 يبرق. أنا غسلت مسحت الكنب، مو الكنب بس، غسلت السجاد وبعدين خلصت البيت وبعدين رجعت. هنا حطيت هذه، حطيت هذه، هذه حلوة كمان، هذه من شيئن، كنت ما أخذتها، كلهم من شيئن، هذه من شيئن، هذه لا، هذه عاملة أمي خيطتها لي، وهذه من شيئن. إيش رأيكم؟ طيب خلوني أطفي النور عشان تشوفون الأجواء، أو أخفف الإنارة، أخففها لحظة، وهذه إيه، ولع اللي على الزوايا، ولا أولع هذه، أطفي هذولا، أنا ماني عارفة إيه كذا. حين الديكور هادي مع المطبخ كذا، الديكور مرة هادي، طلع شتوي بامتياز. ايش رايكم يا بنات؟ حيل حبيته. في بنات يقولون لي يا مسارة ليش باب الصالة هذا دائما مفتوح؟ ما يكشفونكم ثالث مرة يتكرر السؤال. بنات باب الصالة هذا يفتح على الدرج، والدرج يفتح على باب تحت، والباب اللي تحت يفتح على حوش، والحوش يفتح على ممر، يعني تطلعون من الممر على حوش صغير عبارة عن ممر، وبعدين الباب الأساسي للشارع. أنا بيتي دور كامل مع مدخل مستقل مع حوش مستقل كله لي، فهميني؟ واللي يقولوا لي يا أم سارة كيف دور ثاني وفي حدائق، عادي، اللي باني البيت غرف مو ساقفها من فوق، تاركها زي الحديقة علشان الأطفال اللي بالدور الثاني يلعبون يعني. وبرضو كمان السطح لي، تمام؟ السطح كمان حقنا، لنا السطح، بس ما نطلع للسطح فوق، ما لنا أي حاجة فيه، لأن عندي أصلاً حديقتين خارجيات، خلاص عندي حوش تحت كفاية. بس يا بنات هذا شوفوا الستاير بعد ما انغسلت، شايفين؟ رجع كل شيء نظيف ويلمع، طرت كل حاجة اليوم جمعة طبعاً، ونظفت كل شيء. وهنا على الطاولة حطيت البوتس هذا الممدود، تذكرون هذه يا بنات؟ شوفوا متذكرينها ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه كانت مريضة، متذكراتها بنات؟ يذكرونها كانت ضعيفة بالحيل. شوفوا ما شاء الله كبر الورقة، شوفوا والله العظيم يا بنات كبر إيدي، شوفوا شايفات كبرها، شوفوا بعد الله سبحانه وتعالى المحلول اللي أعطيتكم إياه. شوفوا ما شاء الله طالت، كانت هذه أقوى منها، شوفوا الحين هذه أقوى. خلاص كذا كذا أكون خلصت الصالة. يا رب تكونون حبيتوا الفيديو، ويا رب تكونون استمتعتوا، ويا رب تكونون استفدتوا. أحبكم من أعماق قلبي، الله يسعدكم والله يحفظكم والله يرعاكم. شكرا لكل التعليقات الحلوة اللي قاعدين تكتبونها لي، شكرا لكل التعليقات الإيجابية اللي قاعدين تكتبونها لي، شكرا لكل حاجة حلوة قاعدات تكتبونها لي، الله يحفظكم يا رب. استنوني فيديو بكرة بإذن الواحد الأحد، رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.